طيب إذا أردنا اسمحوا لنا الدايمنشن هذا لأنه إضافة بسيطة للأسف الموضوع إضافة إلى ما ذكرت شيخ عبد الله يجزاك خير بما أن الأخ عبد المحسن جنبي في وسيلة جميلة جدا في بالنسبة للعلاقات مع الأسراد هو العمل يعني بإمكانه أنه يعمل سواقة التاكسي وأفضل شيء سواقة التاكسي فجميلة جدا يعني تستطيع أن تعمل ما تطالب نعم تسمح لك تأخذ برميشن تأخذ برميشن نعم 20 ساعة طيب يا عايض إن أخرجتنا فلك ذلك عايض بن عبد الله القرني طالب ماجستير ما في شيء بس عندي سؤال يعني سفرية في دار الوقت يعني نظرت إلى باك جراوند يعني ما شاء الله تبارك الله مليء بالدورات مليء بالأنشطة مليء بالمشاركات فهذا لا يتم إلا من خلال شخص يعني أدار وقته بشكل أو إيجابي طريقة وقت الأسرة هو الأسرة أو لأمور ثانوية أخرى وهذا يعطينا مبدأ التنظيم تنظيم الوقت إذا كان الإنسان لا يعرف ماذا يفعل غدا ما عنده جدولا معين لما يمكن أن يقوم به أعتقد أنه سيضيع كثير من أوقاته هباء يعني أنت لابد أن تخطط ماذا تريد أن تفعل على الأقل في لنقل الأسبوع القادم الأسبوعين القادمين الشهر القادم بحسب المهمات التي لديك يعني عندي مهمة أنهي هذا المشروع هذا العمل علي أن أفعل كذا وكذا عند الزملاء مثلا خروج يوم السبت أو الأحد في اليوم الفلاني هل أستطيع الحضور أو لا أستطيع رتب لهذه الأمور ترتيب جيد وستجد أنك ستستفيد من الوقت كثيرا وبعدين يمكن أن تنظم وقتك بحيث تقوم بعدة أشياء في وقت واحد يعني لا يلزم يذهب اليوم الشخص إلى السوق في كل يوم يمكن أن يقول عندي يوم أو يومين في الأسبوع هذه لشراء الأغراض الشخصية أو لشراء أغراض المنزل لكن ليس معنى أن كل شوية كل ما احتجت شوية أروح أجيب مشوار عشان بيض بعد شوية عشان أجيب لي لحم ولا بعد شوية أجيب لي شيء آخر وهكذا ضاع الوقت والمال والمال والجهد والحقيقة أنه فعلاً التنظيم يوفر عليك المال والوقت والجهد لو استطعت أن تنظم كل هذا سوف تكون أنت الرابع في بالمناسبة في دورات تعطى في إدارة الوقت لأننا ما نحن نحط الجهد بس الجهد في نقطة ذكرت